عطاني جاكيته. هو اخذ لي انه اساس شغل يعني. ما بنسوى. بعد 39 دقيقة بعدين بشوف الأهلي يجي ياخذوني على البيت من الصحابة دو بس من جد اقتنعي مكسي مكسي عندي فستان التفاح كنت اعطيتك اياه بس مفتوح من ورا كثير بحبه مفتوح ما بعرف شو بدك بس مفتوح يعني كنت اعطيتك اياه ضيق من فوق لتحت وبين السمكة وأنا هلا أجعل بس محوص هلا أكل لأنه هلا الساعة 8 يعني لسه أنا جوع لا بس مو هلا بعدين لسه في لعبة على 6 وفي لعبة على 7:30 من 4 games مو واحدة انتبعي Yeah.
ما بضيع الطريق كله مستقيم والله. بابا كان حلو زهرة صار كل بلد. هتيجي؟ والله كتير. جيبي لي سويت شيرت الأسود وجاكيت. أمانة عن جد عم بحكي. بس خلينا نحط وين بالي هاي تكون لي تعالي ما بيضيع والله. ولا بعدين ما عاد رديتي ايه لانه امي رد بقيت بعدين ما عاد عم يطلع صوت عم بقول الا 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 لما عم بسمع صوت تبكي بس ما عم بسمع شي ثاني بس عم صور كنت عم بقنع امي تجيب لي جاكيت ام هلا قالت ايه قلت شو ما رح تاخذني ترجعني اذا رحت ما برجع بلش ساعة ستة كلهم هون كل حالي أنا حتى أنا ما عمري حالي بس لا لا بتخلص بخلي حالي لأنه الأستاذ بيدرس بمدرستنا هو اللي قال لي أنا والله لازم بتصور هو اللي عرض علي إنه يدفع لي بس هو اللي هو الكوست مع بعلي بس بقى 20 دقيقة ما حاسس لما سارة ما حتروح انه عنده فحص
ما أساس إلا مسارة من حتى حنا عندك خاص عشان العرس. واو صدمت صدمت هيطلع لي جيفت كارد $25 من شغلي. لا 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 المية حيعطيني 15 ولا ما بحب اخد مصاري كاش من دغري صغيرون الكرت بعيد ما بقدر الكرت الكرت يبين ياه سؤال جميل سؤال كثير مهزوم فعلا نحن عن كلمة تعالي انت امك امتنا كنا يجب نكش كنا نحن لك انت اذا جيتي كانك حطيتي 10 كلام مكياج شفت تبع الكالون هذي كنت بتشمع الله قاعد جنبي هلا في شعره طويل خليني اعطي الهدانة بعد ما اعطي المسار خليتها على الفيديوهات انا نسيت كثير شغلات في البعبة الاولى شو غداك؟ ما تفخني ان شاء الله هي متقنية بس ما يتأخر الوقت غدا بتقولي مع البدي بتعمل بطاطا مقلية او معكرونة بتقول بطاطا مقلية او معكرونة اذا ما عرفت شو طعمها كحات على عم بتطلع عم تصفر هلا بتمت الا فارس احلامي
الله على أبو زاوية ما عاد طلعوا كل اللاعبين وقفنا زاوية واحدة بلا شو بيتحركوا حتى هلا باخذ صورة ما عم باخذ فيديو Thank you.
أوله كتير بارد بس آخره كتير حلو. Thank you.
Yeah.